السابعة مساء من قناة النيل الأزرق حياكم الله. أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمتانة العلاقات السودانية الفرنسية، وأثنى البرهان خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافي، أثنى على الجهود الإيجابية المقدرة التي بذلتها باريس لدعم السودان، سيما فيما يتعلق بإقامة مؤتمر باريس وإعفاء الديون وإعادة السودان لأحضان المجتمع الدولي. من جانبه أكد مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي حرص واستعداد بلاده لدعم ثورة ديسمبر المجيدة والانتقال السياسي والديمقراطي حتى قيام الانتخابات. قال رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدجير إن الحكومة السابقة تحققت قدراً من الاستقرار الاقتصادي بتفاهمات مع مؤسسات دولية، وأوضح لدى حديثه في برنامج حديث الناس بقناة نيل الأزرق أن الفترة ما قبل 25 لم تكن خالية من العيوب، وأضاف بأن الحصاد بعد مرور 3 أعوام من التغيير لم يكن على قدر الرهان، وأشار إلى الخلافات داخل الحرية والتغيير، داعياً إلى ضرورة الوصول إلى التوافق بين أبناء الوطن وصولاً إلى الديمقراطية والحكم الراشد. قال ولي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة قال إن حكومة الولاية اعتمدت 12 مشروعاً لحصاد مياه الأمطار ضمن موازنة العام 2022 ضمن خطة طويلة الأجل لتوفير مياه الشرب في المناطق الطرفية والريفية ولأغراض الزراعة والرعي. وأكد الوالي لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة المياه الجوفية والوديان التي نظمتها وزارة الري بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمياه الجوفية والوديان بولاية الخرطوم تحت شعار معا من أجل مورد جولة آمن، أكد خلو مياه الشرب من الملوثات، وقطع بأن المياه المنتجة من المصادر النيلية والجوفية تخضع للفحص المعملي الدقيق داخل معامل الهيئة وخارجها لضمان سلامة مياه الشرب وصحة المواطن. دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين خلال ندوة القمح البدائل والحلول والتي نظمها الجهاز القومي لحماية المستهلك بالتعاون مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، دعوا إلى ضرورة إيجاد بدائل لمحصول القمح خاصة في ظل الوضع الراهن والتحديات العالمية التي أفرزتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا. كما طلب المشاركون في الندوة بأهمية توسيع دائرة الإنتاج، وذلك عبر التوسع في زيادة المساحات بالقطاع الزراعي. مشاكل عالمية هسي وفي حروب في حرب، ودي تأثر بها عدد كبير من الدول، وبالتالي السودان برضو من هذه الدول التي تأثرت بشح القمح. نتكلم عن مبادرة أطلقناها في جروب تطوير الزراعة والتسويق الإلكتروني، أطلق البروفيسور علي كمبال لاستعمال الخبز في الدقيق، ونحن اشتغلنا في القصة دي أكثر من 3 سنوات، صدر بها قرار وزاري بتكوين اللجنة، مشينا فيها تطبيقات، كانت في أكثر من 4 اجتماعات، كان في عصف ذهني متكرر، كان في يعني أوراق مقدمة، وفي النهاية نحن الآن تطبيقيين، يعني وصلنا المرحلة بتاعت التطبيق. وصلت الحملة القومية لمكافحة المخدرات والإدمان حملتها التوعوية وسط الطلاب، ذلك عبر تنظيم ورشة بهدف التوعية بالتعاون مع منظمة عوافي لمكافحة المخدرات بمحلية شرق النيل. وأكد المتحدثون في الورشة على ضرورة تضافر الجهود لنشر الوعي وسط الطلاب والتوعية بمخاطر المخدرات وآثارها النفسية والصحية على الطلاب.
مبارك إلى طلابنا في المحلية، وأيضا نرحب بمحلية بحري هي الآن مستضافة معنا في هذا المكان. هذه الورشة حقيقة متعلقة بالتوعية والتبصير بمخاطر تعاطي المخدرات والإدمان. هذه الورشة برعاية من مبادرة عوافي، وهذه الورشة حقيقة تتضمن ثلاثة محاور أساسية. أول حاجة المحور الصحي، وهو محور يتعلق بالتعاطي المخدرات والجوانب الصحية، ومحور قانوني يتعلق بالآثار القانونية والجرائم المترتبة على تعاطي المخدرات وقانون المخدرات. بدأت اليوم فعاليات مؤتمر نهضة وتطوير جامعة الخرطوم تحت شعار نحو تميز عالمي، وقال رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر مدير معهد الدراسات والبحوث الإنمائية الدكتور عبد الحميد الياس، قال إن المؤتمر يعد المدخل العلمي للتشاور في كيفية نهضة الجامعة. من جانبها أكدت مديرة جامعة الخرطوم بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه على أهمية تنظيم المؤتمر في هذا التوقيت الذي شهدت فيه الجامعة تدهورا كبيرا في البنية التحتية، داعية إلى أهمية أن يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في معالجة كافة المشكلات والتحديات التي تواجه مسيرة الجامعة. نهضة وتطوير جامعة الخرطوم نحو تميز عالمي، والذي سوف يشكل نقطة الانطلاق نحو تأسيس نهضة تنموية شاملة للجامعة تمكنها من القيام بأداء رسالتها تجاه طلابها والمجتمع والوطن. انطلاقاً من حرصنا على النهوض بالجامعة، فقد رأينا أن نقوم بتنظيم هذا المؤتمر الذي يغطي محاور أساسية تشمل كافة أوجه النشاط بالجامعة، مع معرض مصاحب يعكس مسيرة ودور وريادة جامعة الخرطوم في خدمة المجتمع والبلاد. أما في الشأن الولائي مشاهدينا، فقد دشن والي ولاية القضارف محمد عبد الرحمن برنامج رمضان الذي نفذه ديوان الزكاة بالولاية بتكلفة بلغت أكثر من 2,500,000,000 جنيه، وامتدح والي القضارف دور دافعي الزكاة في إنجاح البرامج، موضحا أن ما يتحصله ديوان الزكاة بالولاية يفوق 7 ولايات بالسودان، مبينا أن مجلس أمناء الزكاة بالولاية وضع خطة استراتيجية لإخراج الفقراء والمحتاجين من دائرة الفقر إلى دائرة الاكتفاء الذاتي والإنتاج. المرأة المعاقة نشوف الأحوج فالأحوج فالأحوج ننتهي من الموضوع حقها، بعدين ما بنفكر رجولة، نحن ما بنفكر رأي زول. أنا قبل ساعتها مين مريت من هي لحد ما قلت لهم الزول قال داير ولدت جبتوا له، قال ليه؟ وقال داير وناقشته، قالوا ناقشت. لما دا نفكر رجولة ندي حاجة وما بقدر شنو يدير. نحن نطرح برنامج على مستوى السودان في رمضان على مستوى كل الولايات 12.9 مليار جنيه عشان يستفيدوا منه 603,000 أسرة. نفذت منظمة الظلال الخيرية بدار جمعية أبناء البخيت بالخرطوم مشروع السلة الرمضانية للفقراء والشرائح المتعففة والأيتام، وقال رئيس المنظمة عباس الحسن درجت المنظمة على إقامة المشروع سنوياً خلال شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أن مشروع هذا العام يشمل توزيع أكثر من 1,000 سلة رمضانية تحتوي على كافة المواد الغذائية. دعنا 190 حقيبة رمضانية في بعض المناطق، والآن عندنا 300 حقيبة حنوزعها هنا اليوم في هذا المحل في هذه دار جمعية أبناء البخيت الخيرية، واستضافتنا فيها حنوزع فيها 300 حقيبة، وعندنا مستهدفين 600 حقيبة داخل ولاية الخرطوم.
بهذا الخبر مشاهدينا ينتهي الموقف الإخباري قدمته لحضراتكم. سحر كمال الدين، أينما كنتم، تمنية لكم دوام الصحة والعافية في أمان الله.